اي علاج انت مش محتاجه بتاخده طبيعي هيجيب لك نتيجه عكسيه. تحليل في المعامل اللي هي متطوره، معامل حقن مجهري متخصصه في الذكوره، بيختلف تماما عن المعامل العاديه. اهلا وسهلا بيكم، انا هشام حبيب، واحنا هنا في ميديكا زون بودكاست، البودكاست الطبي الاول في مصر والوطن العربي. الحقيقه احنا في العصر الحديث كلمه عقم بقت كلمه صعب ان احنا نستخدمها على كل حالات تاخر الانجاب، لان عقم تعني ان مفيش مش هيحدث حمل، لكن تاخر الانجاب هي الكلمه المناسبه بسبب تطور العلم. وعشان كده خلينا نرحب بضيفنا الكريم دكتور حسام العطار، استشاري تاخر الانجاب واطفال الانابيب. اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور، حضرتك شايف ان كلمه عقم بقت هي الكلمه المناسبه لتصف سواء عقم الرجال او السيدات؟ كلمه عقم دي كلمه تعتبر كلمه كبيره، لان هي بتنهي يعني امل اي انسان ان هو يوصل لطفل. كان في الثمانينات وفي السبعينات قبل ما العلم يتطور كان في حالات بيتقال عليها ان هي حالات عقيمه، مفيش امل ان يكون في اطفال وانت كده مش هتخلف الكلام ده كله. والحمد لله دلوقتي بفضل التقنيات الحديثه، بفضل العمليه بتاعه الحقن المجهري، بتلاقي زوج يعني ممكن حاله زوج ما عندوش حياه منويه في السائل المنوي، وعن طريق شويه تحسين، عن طريق شويه تحضير، بنقدر نوصل لحيوانات منويه عن طريق من الخصيه نفسها، وبيحصل اخصاب للبويضات ونقل اجنه، وربنا يعني رزق حالات زي كده مره واثنين وثلاثه. يعني الحمد لله في حاله الزيرو حيوانات منويه بنقدر ان احنا يبقى في بنشوف في الخصيه وبندور، وحالات كتير قوي بيكون عندها في الخصيه حيوانات منويه، بل في حالات عملت عينه من الخصيه وما لقيتش، في ثاني مره لقيت، يعني في امل موجود وربنا بيرضى طبعا. فالحالات دي كانت في فتره قريبه من 20 و30 سنه لو راح كشف عند الدكتور انت مثلا حياه منويه عندك 100,000 200,000، العدد ده ضعيف جدا، لا اقعد في البيت، احنا مفيش امل. سبحان الله، ضعيف مش من مفيش خالص. يعني عدد ضعيف خالص كان 100,000 200,000 ده كان بيتقال له عقيم. دلوقتي ده عمليه سهله خالص وبيحصل حمل. دكتور، احنا بنسمع عن تنشيط البويضات، بس في ناس هنا بيختلط على الامر وبتتخيل ان التنشيط ده، طبعا بما ان احنا عارفين ان المخزون بيكون عدد معين، كل ست كل امراه عندها عدد معين من البويضات، فالتنشيط هيطلع كميه اكبر، فبالتالي المخزون ده هيخلص بسرعه، فبالتالي اعاده عمليه التنشيط هتودينا لمنطقه ان البويضات هتخلص خالص. بص، هو ده سؤال حلو قوي، لان انا بتساله كتير قوي. علميا اي واحده على حسب المخزون بتاعها في كل دوره المبيض بيطلع من 15 ل 20 بويضه، من 15 ل 20 بويضه. واحدة بتكبر والباقي بيحصل له ضمور. واحدة بتكبر الباقي بيحصل له ضمور. طيب، يعني أنا بطلع من 15 ل 20 بويضة، لما باخد تنشيط إيه اللي بيحصل؟ بدل ما واحدة تكبر يكبر اثنين، يكبر ثلاثة، يكبر أربعة من اللي كان هيضمر. بس أصلاً العدد ثابت، سواء أنا أخدت تنشيط، سواء ما أخدتش تنشيط، قاعدة في البيت ما باخدش أي دواء، كده كده المخزون مع الوقت بيقل بنفس الدرجة اللي بيقل بيها لو أخدت تنشيط. طبعا المخاوف من ان انا لما باخد تنشيط كتير او ان انا اخد تنشيط كذا مره وهو ده اللي خلص لي المخزون، مش صحيح. المخزون كده كده بيوصل لوقت معين وبايه بيبدا يقل، هيخلص في عدد في سن معينه، بيختلف سن معينه. طب بيختلف من حاله للتانيه طبعا. صحيح. على الجانب التاني بنسمع عن تنشيط بقى طبعا الرجاله والجيم فبنسمع عن برضو تنشيط والحقن بهرمونات التستوستيرون، وعايزين بقى يعملوا فورمة وعضلات، فبيبدأ انه يحصل انواع حقن مختلفة للهرمونات. ده بيؤدي برضو للتأثير على الحيوانات المنوية وعلى صحته الجنسية، يعني معنى صح؟ السؤال ده حلو جدا. احنا بيجينا ازواج كتير عاملين التحليل بتاعهم، وطبعا واخدين ادويه منشطه اللي هي الهرمونات. احنا طبعا اي علاج انت مش محتاجه بتاخده طبيعي هيجيب لك نتيجه عكسيه. انا المصنع بتاعي، انا جاي ده بالبلدي كده، عندي مصنع بيطلع مثلا في الشهر مليون عربيه. خلاص، المصنع ده شغال بالكفاءه الانتاجيه بتاعته، هو مقدرته بيطلع مليون عربيه كويس. اديت للمصنع ده منشط، قلت له لا معلش طلع لي 10 مليون، مش هنقدر، لا انت هتطلع لي 10 مليون. النتيجه هتبقى ايه؟ كواليتي حاجتين، كواليتي مش كويسه، الراجل مش محتاج ياخد حقن هرمونات ولا حقن تنشيط، وفي الاخر اديت له هرمون عشان الخصيه تطلع زياده، بدل ما كان بيجيب مثلا مليون حيوان منوي كويسين بقى بيجيب 5 أو 6، وبعدين تشوهات عاليه جدا. ده اول حاجه. بعد فتره المصنع ده انت ضغطت عليه شهر 2 3 سنه سنتين، النتيجه بعد كده اللي يحصل، بدل ما كان بيجيب المليون، ايه اللي حصل له؟ نزل ل 100,000.
فالعدد بيقل. ليه؟ لان انا هرموناتي كويسه، انا عملت تحليل هرموناتي، هرموناتي كويسه، وخدت علاج هرموني انا اساسا مش محتاجه. النتيجه بتاعتي خليت المصنع يطلع منتج كفاءته الانتاجيه اقل، حيوانات منويه مشوهه، تشوهات عاليه، والنتيجه الثانيه ان بعد فتره بلاقي الايه الهرمون عدد الحيوانات المنويه اقل. صحيح، بتتكلم في نقطه خطر جدا يعني كتير جدا. ده في ناس طبعا او في الاغلب بتتاخد من غير استشاره الطبيب طبعا. طبعا، فبالتالي ده بيأثر. انا في يعني زوج كان من فتره كان مدرب في الجيم، كان جاي يكشف عشان عن تاخر حمل، و كان متجوز بقاله فتره ومش عايز اطفال، فكانوا بياخدوا منع حمله، وبعد كده ساب نفسه عشان يصحى ما لقاش فيه حمل. ف جه بيكشف، بنعمل التحاليل، لقى في الاخر عدد قليل خالص، يعني 100,000 200,000. فقعدنا نراجع الهرمونات، لقينا الهرمونات بتاعته بايظه. وطبعا من الهيستوري كل ما يخش بطوله ياخد حقن تستوستيرون، كل ما يخش بطوله ياخد حقن تستوستيرون. وحتى هو كان مستغرب انه قال لي انا بدي العلاج ده لكل اللي بيتضربوا معايا وما حصلهمش مشكله. طبعا في اختلافات شخصيه، في واحد بياخد العلاج ما بينضربش، بس في ريسك انت بتاخد هرمونات بتخلي جسمك يتعود عليها، في الاخر اثرت طبعا ضريت الخصيه بتاعتك. بس يمكن حضرتك لفت النظر لنقطه مهمه جدا. كتير من الازواج بيقرروا يقولوا اول الزواج مش هيتم حمل، احنا محتاجين نقعد سنه سنتين لسه صغيرين، خصوصا لو سن صغير مثلا اول العشرينات او حاجه، لا احنا لسه بابا وماما لسه بدري شويه على الموضوع ده، يبداوا ياخدوا وسائل منع الحمل. يجوا بعد سنه سنتين يقرروا خلاص بقى ان احنا يحصل حمل، ما يحصلش. تمام، فاحنا هنا عايزين نتطرق لنقطتين. هل الوسيله في بدايه الزواج ممكن تاثر بالسلب؟ ده تساؤل. التساؤل الثاني، طب احنا لو هناخد قرار ان احنا ناخر الحمل شويه، هل محتاجين نعمل انواع فحوصات وتحاليل عشان نطمن الاول؟ هي دي الاجابه. تمام. لا، مفيش وسيله حمل بتاثر على فرص الحمل، بالذات معظم الناس بتاخد اعراس، مش الحاجات اللي بتاثر تاثير سلبي جديد على التبويض، واول ما الاعراس دي بتقف التبويض بيرجع عادي على طول. بس طبعا انا بنصح اي واحده عايزه تمنع حمل، اولا لازم نعرف من الهيستوري انت عندك كام سنه. لو واحده سنها صغير غير واحده سنها مثلا فوق ال 35، احنا فوق سن 35 للسيدات المخزون بتاع المبيض بيديكلاين بسرعه اكبر من العمر اللي هو اقل من 35 سنه. احتمالات الحمل بتقل بعد سن 37 سنه. فلو السن بتاع الزوجة هو 35 طبعا ما فضلش الموضوع ده خالص. بنعمل فحصين، فحص للزوج سائل منوي، نطمن الاول ان في حاجه منويه كويسه، لان ممكن يمنع حمل سنتين وثلاثه وهو اساسا عنده ايه مشكلة، عنده مشكله. وبرضه المعلومه الناس تكون عارفاها، العلاقه الزوجيه ملهاش علاقه بالقدره على الانجاب. دي حاجه مفصلة. ودي حاجه تانية خالص. ممكن تلاقي واحد القدره على الجماع، معدل الجماع، الفتره، الكلام ده كله حاجه، والانجاب حاجه تانية خالص. ده حاجه وده حاجه. والحاجه التانية ان الزوجه تطمن ان عندها رحم شكله كويس ما فيهوش مشكله، وعندنا مخزون مبيض كويس. ده دلوقتي بقى بيتعمل بتحليل دقيق اسمه هير ماتش. التحليل ده ليه طريقه معينه، كنا طبعا يعني كان بيتعمل في اي مكان، بس بعد كده لقينا ليه طريقه معينه بدقه معينه، ولازم أن يظهر على طول، ما ينفعش العينه تتركن لحد ما اجمع عينات وهو بيظهر على طول. التحليل ده بيبين احنا عندنا مخزون مبيض قد ايه. ممكن حاله تجي لي تقول انا همنع حمله، الاقي المخزون بتاعها ما شاء الله كويس، ولا لا براحتك خدي وقتك مش مستعجله مفيش مشكله. واحده ثانيه تبقى تبويضها كويس، دورتها منتظمه، بس المخزون بتاعها ضعيف جدا، ما بسمحلهاش بالموضوع ده، بقول لها لا يعني يجي لنا طفل واحد على الاقل، وبعد كده براحتك، لان ممكن نوصل لمرحله ما نلاقيش في فرصه نجيب اطفال. ضيعت الفرصه. طبعا. فطبعا سن الزوجه مهم، تحليل مخزون المبيض، تحليل السائل المنوي بتاع الزوج، وعلى اساسهم بنحدد اذا كان الموضوع ده بالنسبه له مفيد ولا لا، يفضل حمله في اسرع وقت. دكتور، نقدر هنا بشكل عام يعني زي اقتراح او نصيحه نقولها للبنات اللي ممكن يكون وصلوا مثلا لفوق ال 30 او تحديدا زي ما حضرتك قلت من 35 فيما فوق ولم يتم الزواج، ممكن لحسابات اجتماعيه هي يعني دراسه او اجتماعيه او دخلت في مثلا بدايه علاقه مثلا والموضوع ما تمش، في الاخر زي ما بنقول كده هي بتبقى نصيب يعني. ففي اللحظه دي بيبقى من باب الاطمئنان نوصل لفكره تجميد البويضات. احنا حالات كتير قوي دخلت في الموضوع ده، طبعا الموضوع بقى منتشر على النت، فطبعا معظم البنات اللي واصلين لسن 30 سنه وما حصلش جواز بيعملوا التحليل بتاع المخزون بتاع المبيض، واللي بتلاقي مخزونها كويس خلاص هي مبسوطه والدنيا تمام، اللي بتلاقي مخزونها قليل وقليل بدرجه معينه طبعا يفضل بشده تيجي تجمد بويضات، وبرده مش اكيد هنحتاج البويضات.
يعني في اللي جمدت بويضات مره واثنين وما شاء الله اول ما اتجوزت حصل حمل مره واثنين وخلاص يا جماعه شكرا مش محتاجه البويضات بتاعتي بس يعني جاست ان كيس ان انا عندي باك اب موجود في المركز انا بويضاتي موجوده لو احتجت وحصل الريزيرف بتاعي انتهى خالص ما بقاش عندي مخزون مبيض يبقى اقدر اتعامل واحمل عن طريق حان البويضات بالحتمله بتاعت الزوج. في زوجه جمدت بويضات وبعد كده جي يعني حملت وخلفت طفل واثنين وجت بعد سن يعني فوق ال 40 45 وقررت ان هي عايزه يعني جالها الشو زي ما بيقولوا ان هي نفسها في بيبي. تمام. ده بيكون في خطوره على حياتها ان هي سنها بيبقى عدى ال 45 مثلا. هو السؤال خطوره على الحياه ولا احتمالات حمل؟ ما هو احتمالات حمل اكيد هتحمل بعد كده يبقى في خطوره ولا لا. هي السن طبعا كل ما السن زاد بتبقى احتمالات حدوث مضاعفات مع الحمل تبقى اعلى. يعني سن واحده اقل في احتماليه الحمل نفسها لا احنا مشكلتنا بتبقى في الجنين. انت لو واحده عندها 60 سنه ما بينزلش على دوره حطيت جنين درجه اولى تحمل حتى لو خلاص انقطع حتى لو انقطع الدوره تماما هو المبيض المخزون بتاعها انتهى بس عندها رحم يشيل بيبي بيبقى في مشكله في الجنين و مشكله ان يعني هي ممكن يحصل لها اي مضاعفات يعني اثناء الحمل. احنا بس الحمل لما بيكون السن فوق ال 40 فوق ال 45 احتمالات ان يحصل مضاعفات زي حدوث ولاده مبكره حدوث ضغط عالي مع الحمل حدوث سكر مع الحمل تبقى اعلى من اللي سنها ايه صغير. سنها صغير انما طبعا معظم الحالات اللي بترجع للموضوع ده بتكون خلاص هي يعني ما عندهاش ونفسها بيبي فطبعا بتتعامل وبتاخد بالاسباب طبعا على قد ما تقدر. انا الرقم يعني القياس بتاعي كان 48 سنه الحمد لله 48 كان اول مش اول حمل كان ثاني حمل كانت عامله محاوله من 12 سنه وجمدت الاجنه خلاص وما شاء الله جات لنا بعد 12 سنه عايزه تنقل الاجنه اللي باقيه وتوأم الحمد لله ما شاء الله وكملت على خير. يعني كان الاول مره اول مره كانوا عندها 36 سنه وجت بعدها ب 12 سنه نقلت الاجنه ما شاء الله وحملت في توأم فكان 48 سنه حتى كانت 48 سنه يبقى الاجنه فيها مشكله لا هي اجنه واحده عندها 36 سنة كان ساعتها 36 سنة دلوقتي هي عندها 48 سنة فكان اللي بيشوف كان يقولك لا الموضوع صعب والحمد لله يعني على خير والدنيا كويس الحمد لله ما شاء الله بس. طيب دكتور دلوقتي ناس برضو كتير بتسأل عن فكرة التشوهات اللي ممكن تحصل للحيوان المنوي وإيه اللي ممكن يؤدي لده وهل في حاجات ممكن نتجنبها عشان ده ما يحصلش ولا الموضوع ليه علاقه يعني بيبقى فيسيولوجي اكتر منه ان هو في عادات خاطئه ممكن تكون بتحصل تؤدي لده. هو عموما اللايف ستايل عموما بتاع البني ادم بيأثر على السيل المنوي بتاعه بس ده علميا في الجزء اللي حصل معاهم تاخر حمل يعني الاستاديز اللي قالت ان اللايف ستايل بيأثر جايه على جروب من الناس عندهم تاخر حمل بيحاولوا يشوفوا ايه الاسباب اللي ممكن لان بقى. حتى يعني لما اجي لواحد اقول له مثلا تحيك في مشكله طب معلش وقف التدخين انا هحكي لك حاجه ظريفه جدا كان معايا جالي واحد كشف معايا ده جاي يعمل حقن مجهري متجوز بقاله تقريبا 3 سنين او 4 سنين ومفيش اطفال اخواته كلهم يعني هم مش بس سجاير هم معديين مرحله السجاير اللي بعد السجاير خلاص وكتير قوي اما واحد زي ده هو العيله كلها معديه السجاير بمراحل وده بيشرب نص علبه في اليوم وتيجي تقول له معلش وقف السجاير عشان نحسن فطبعا هو بص لي ده يعني ده اخويا واخويا التاني وكلهم مخلفين المدام طبعا كانت قاعده وبصيت له بصه كده فخاف مش قلت لك ان هي بتاثر مش عارف ايه اسكت انت المهم فهنعمل حقن مجهري الشهر الجاي خد العلاج الفلاني احنا هنحاول نحسن عشان مش بس احنا عشان حقن المجهري وراحوا الدوره اتاخرت جايه متضايقه ازاي الدوره تتاخر ومش عارف ايه فعملت السونار ببص لقيت فيه حمل راجل ما صدقش كان بوقف اربع سنين وقف سجاير وقف سجاير مش عشان مرات تحمل وقف سجاير عشان حقن مجهري احنا داخلين تكلفه عمليه جاي يقول لي يعني انا السجاير خلت الحمل تاخر اربع سنين واخويا بيشرب سجاير و و و واخويا التاني نفس الكلام مخلفين في اختلافات شخصيه واحد يقع من اول دور كويس من تاني دور كويس واحد يقع من اول دور ما يكملش ليه ده كده وليه ده كده ففي ناس الجروب بتاع الناس اللي هم عندهم مشكله في التحليل بتاعهم او عندهم تاخر حمل لو اللايف ستايل بتاعهم اتحسن احتمالات الحمل بتزيد ومش معنى ان انا عايش في لايف ستايل مش كويس يبقى انا اكيد مش هخلف انا بنتكلم عن الناس اللي هي ايه ممكن تلاقي واحد عصبي بيشرب سجاير بيشرب قهوه كتير وبيخلف ومعاه طفل واثنين وثلاثه واربعه انما الجروب اللي هم عندهم تاخر حمل
لو جمعت الجروب ده ولقيت جزء مدخنين دول لو وقفوا التدخين نسبة الحملة هتعلى. نبدأ نفتش بقى في المشاكل بقى. طبعا من الحاجات المهمة برضو في اللايف ستايل ستريس، ما هو ما أدراك ما الستريس، الناس كلها مضغوطة، الناس كلها متضايقة، الستريس بيقلل فرص الحمل عند الرجالة وعند الستات. يمكن حتى ستريس تأخير الحمل نفسه. اه طبعا يعني ده لسه هكلمك فيه، ده موضوع كبير. انما يعني في دراسة قالت ان الزوجين اللي عايشين على الشارع الرئيسي اللي سامعين اصوات عالية احتمالات الحمل فيهم اقل من اللي عايشين في الايه الشارع الهادئ. دكتور استرس الحمل ده يمكن دي نقطة شائكة، وفي دكاترة كتير على فكرة يعني من باب ان هو بيحاول يساعد الزوج والزوجة فيقول لهم ما تفكروش اصلا ان انتم متأخرين، ما تفكروش في ده، فكروش في ده عشان ده يعني حتى ممكن يأثر على العلاقة نفسها. يعني ما تفكروش في ده لان ده اصلا هيضركم، يعني التفكير نفسه سيبوها زي ما بنقول كده سيبوها على ربنا وكده والدنيا. لو هم ما عندهمش مشاكل طبعا واضحة، يعني هم ما فيش الكلام ده كان كلام قديم. الكلام القديم كان يقول لك اي حالة تجيلك متجوزة بقالها فترة اقل من سنة ما تعملهاش حاجة، ولا لا لفي وروحي تعالي بعد سنة. الكلام طبعا غلط. ليه؟ لان بقينا نكتشف حالات بيبقى عندهم المشاكل دي وكان ممكن تتعالج من بدري. فانت اول حاجه بتعملها هتقول لهم انتوا كويسين، احنا ما عندناش تاخر حمل، بس بعد التحاليل لازم يعدي علينا سنه من علاقه زوجيه منتظمه عشان اقول ان في تاخر حمل، وانت اعمل التحليل، وانت اعملي المخزون، اعملي السونار، الحمد لله احنا كويسين سنه وتعالي، مفيش ما يمنع. انما كان قبل كده يقول لك لا انت ما تقربش من الحاله غير لما يعدي عليها سنه. وطبعا ده غلط، لان كان بيجي حالات ليه جايه متجوزه الدكتور قال لي ما تجيش غير بعد سنه، ابص الاقي المخزون ضعيف جدا جدا، لو كنت حاولت معاها او عملت لها حاجه من بدري كان احسن لي. الزوج تلاقي الحالات منوية 100,000، هو كده كده لو قعد سنه واثنين وثلاثه مش هيحصل حمل طبيعي، فليه اخرتهم الفتره دي كلها؟ فلازم اتشيك على الاثنين عشان اعرف انا اقدر استنى ولا لا. وفي المواصفات طبعا بيطلعوا كويسين وبطمنهم، ومجرد ان الدكتور بيطمن الحاله بتبقى احتمالات الحمل بتزيد عندها لما تعرف ان هي كويسه. ممكن دكتور الزوج والزوجه يعملوا فحوصات وتحاليل والاثنين يطلع ما عندهمش مشاكل بس ما فيش حمل. احنا كلمه تاخر حمل زوج مع زوجه علاقه زوجيه منتظمه يعدي عليها سنه. سنه كامله ممكن ما يحصلش في اول شهر، يحصل في ثاني شهر، ثالث شهر، رابع شهر، اربع شهور ما حصلش حمل، ايه انا اكيد عندي مشكله؟ لا لازم نستنى سنه كامله اللي هو 12 محاوله حمل طبيعي. احتمالات الحمل قد ايه؟ كل 10 8 حمل طبيعي، ولو قعدنا سنتين ال 10 9. انما طبعا اسيبهم وهم زوج تحليله كويس مخزون مبيض كويس. طبعا في حاجات من الحاجات طبعا اللي بنشوفها كتير، واحده دورتها منتظمه وكويسه، وطبعا انت عارف ان احنا عندنا في مصر يعني ازاي اقعد شهر من غير ما يحصل حمل، وايه ده انا لسه متجوزه والدوره نزلت، اكيد في مشكله، ده اكيد في مصيبه كبيره. بعد اول شهر اول ما تروح الدكتور ايه؟ تنشيط تبويض. لسه ما لحقوش شهر، ما عملوش حاجه، تنشيط تبويض، ولازم انا اتابع لك التبويض. انا في معلومه الناس ما بتعرفهاش، ان الزوج لما بتدخله هو ومراته في قصه ان انا النهارده التبويض، النهارده يحصل جماع والساعه 5:30 و5 لو اتاخرتي ده ستريس رهيب جدا جدا. صحيح. انا جات لي حاله برضو مش ناسيها، من ساعه ما اتجوزت، من يوم ما اتجوزت ما بيحصلش جماع غير في وقت التبويض، بيحسب وقت التبويض، وقت التبويض يحصل جماع. طب سيبني بقى انا مستنيه الدوره ايه الدوره تنزل عشان احسن اكون حامل، من ساعه ما اتجوزت. الراجل نفسه لما جيت حكيت له الموضوع بكلمه بفهمه ان ده غلط جدا، ده بيأثر على الزوج. الزوج عنده رغبه وما بيحصلش، فده ممكن يعمله احتقان في الحوض ويعمله تعب ويأثر يخلي التحليل اسوء. لازم الجماع يكون بمعدل يوم بعد يوم او زي ما هم عايزين، بس ما فيش حاجه اسمها لا وما فيش حاجه اسمها هو قال لي انا من ساعه ما اتجوزت وانا حاسس ان انا مكنه، انا حاسس ان انا آلة، انا بيجيبوا لي من الشغل عشان احصل جماع. ده طبعا قال عنده فرص حمل، وما حملتش غير لما فهمتها ان السائل المنوي مش لازم يحصل جماع في نفس يوم التبويض عشان يحصل حمل. لا انا عايز من ساعه ما الدوره بتخلص لحد ما الدوره تيجي مع يوم بعد يوم، دي اعلى نسبه حمل بالنسبه لنا. انما راجل يبعد عن مراته اسبوعين اصل خايفين لحسن تكون حامل، ده بيعمل مشاكل عند الزوج وبيخلي التحليل بتاع السائل المنوي بتاعه اسوء ونسب الحمل تبقى اسوء. الحاله دي حملت ازاي؟ اما فهمت الكلام ده 3 شهور علاقه زوجيه منتظمه حامل. هو معلومه بس غلط. طبعا يعني تطرقت لنقطتين، اول نقطه هي معدل العلاقه نفسها، النقطه الثانيه اللي وقت التبويض، يعني العلاقه في وقت التبويض. بس حضرتك بتقول ان ده مضر على اكتر من مستوى، ان هو يمنع نفسه في اوقات تانية عشان ده هو ده وقت التبويض اللي انا عايز يحصل فيه العلاقه. الراجل لما بتكون قايل له بالامر ان يحصل كذا
هو ستريس اوريدي خلاص الموضوع بالنسبه له يعني جاي من الشغل وبالتليفون واوعى بقى يبقى عندك مواعيد النهارده اصل ميعادنا الساعه كذا، غير لما يكون الحاله النفسيه بتكون كويس. عشان كده بنشوف بيكون الموضوع بيتطور حالات كتير قوي ما فهمش مشاكل. حقن مجهري حصل حمل ولدت وبقى له سنه واثنين وثلاثه ما خلفش، وبعد ما ولدت خلاص الحاله النفسيه بقت ايه كويسه، ولا بيقعد يركز في تبويض ولا الكلام ده، وتلاقي نفسها في الشهر الرابع الخامس من الولاده حامل. صحيح حامل طبيعي، لان الاسترس ريليف اتشال من عليهم، ما بقاش عليهم ضغط عصبي هم الاثنين، ما بقوش يفكروا في قصه لا تبويض ولا متابعه ولا الكلام ده. بس فمعدل الجماع مهم عشان فرص الحمل، وما فيش حاجه اسمها ان انا اركز على التبويض. طبعا في حالات قليله، واحد مسافر وجاي يقول لي انا جاي اقعد يومين فخلاص هو اليومين حاول تظبطه على التبويض، انما غير كده لا، علاقه زوجيه منتظمه دي اعلى فرص حمل. ما ينفعش الزوج بعد التبويض يقول لك لا ابعد بقى عني خالص، مش عايز علاقه زوجيه دلوقتي، الاحسن ايه ده ممكن تاثر على الحمل، ده غير صحيح طبعا. احسن حاجه بالنسبه للعلاقه الزوجيه وبالنسبه للسائل المنوي جماع يوم بعد يوم بصوره منتظمه. هل ممكن ده بيكون يعني زي نصيحه للزوج والزوجه، ان احنا جايين وبنسال على في تاخر حمل، فحضرتك بتنصحهم زي ما هتقول كده على الاقل يوم بعد يوم؟ اول سؤال بساله احنا بيحصل جماع كم مره في الاسبوع؟ طبعا لما بلاقي الزوج يقول لي في وقت التبويض بس عشان بتحسب وقت التبويض بفهم، انما في العادي افضل معدل جماع طبعا على حسب رغبتهم الشخصيه، حتى لو كل يوم مفيش مشكله، انما افضل معدل جماع بيؤدي الى حمل هو ان يحصل جماع من ساعه ما الدوره تخلص لحد ما الدوره تيجي يوم او لا، ده اعلى نسب حمل. يمكن في البعض برضه ممكن يكون عنده معلومه مغلوطه ان لو حصل تبويض ممكن بعد كده يتاثر، خالص مش فيه تاثير خالص. انا بقول لك هم معظم الستات انا التبويض حصل جماع في التبويض سيبني لحسن الحمل ينزل لحسن الحمل ما يكملش، مع ان اللوجيك اساسا معظم الناس بيحصل حمل في اول شهر جواز ما بيبقوش حاسبين خالص، سفر وجماع كل يوم ما بيبقوش حاسبين الموضوع خالص، وتلاقي ست حامل والحمل مكمل وجايين كويس كل حاجه. فالحركه العلاقه الزوجيه ما بتاثرش على فرص الحمل بتاتا. دكتور، من اصعب الحاجات ان الزوجه تيجي لوحدها تروح للطبيب لوحدها والزوج ما يجيش او يرفض ان هو يبدا بنفسه، وحضرتك بتقول مهم ان هو يبدا بنفسه، ان هو يبدا بنفسه بالتحاليل. بص هو احنا عندنا مشكله في الرجاله نفسهم دايما في المعظم رابطين القصه بتاعه الانجاب بالقدره الجنسيه، ودي حاجه تانية خالص، وده فانكشن ودي فانكشن تانية. احنا سهلين قوي، الراجل تشخيصه سهل جدا جدا، ده تحليل سائل منوي متطور بصبغه معينه للعينه مش بس للراجل، وكمان نقدر نخش بوراثه الحمل المنوي نعرف الماده الوراثيه اخبارها ايه، كل ده بايه عينه سائل منوي في المعمل كده. انا عرفت الراجل اخباره ايه، عرفت التحليل العدد حركه تشوهات ماده وراثيه كل حاجه. المشكله اصلا خلاص من البدايه منه وخلاص. لا تعالى بقى للزوجه، الزوجه موضوعها كبير. الزوجه انا بيجي لي حالات يعني سبحان الله من البادلين، تلاقي الست مثلا بقى لها سنتين انا كويس، الراجل بيقول لها انا كويس روحي شوفي نفسك، ما عملش تحليل، وتقعد اشعه بالصبغه واتفاجئ بعد ما جايبه لي ملف كبير مليان تحاليل ومليان ادويه تنشيط وهي دورتها كويسه ومش محتاجه ده كله، هو تحليل زوج فين؟ لا هو بيقول لك كويس. طيب معلش، طب ممكن يجي يحلل؟ ما بلاش يا دكتور، حاول معايا الاول اصل هو كويس. الحاله الوحيده اللي انا ممكن ما اطلبش من الزوج تحليل حاجه واحده بس، لو واحد جايب لي الزوجه بتاعته انا متجوز واحده ثانيه وحامل، لا مش انجبت وحامل يعني في حمل خلال سنه من دلوقتي، كمان انا مش هتكلم. مش انما بيجي لك رجاله مثلا جايين يشوفوا ايه سبب تاخر الحمل، واحد مخلف طفلين كبار تحليله 100,000 يعني عدد كاون ضعيف جدا جدا. طب ازاي انا كنت مخلف؟ انت كنت ساعتها كنت حاجه دلوقتي بقت حاجه ثانيه. فاهم حاجه في اول حاجه في الفحص ايه، بناخد هيستوري كويس بنفحص الاثنين، بس رقم واحد الزوج. ليه؟ لان عن طريق عينه سائل منوي تحليل واحد بقدر اعرف الخريطه بتاعت الزوج اخبارها ايه كلها. الزوجه لا، انت موضوع كبير، تحاليل هرمونات ونقص ثلاثي الابعاد، ممكن احتاج اطمن على حبيب بشعه بالصبغه او منظار بطن يعني. فبدل ما ادخلها في المشكله دي اول حاجه قبل ما تروحي للدكتور، احنا الحمل متاخر مش انت اللي تكشف الاول، روح اعمل التحليل ونطمن الاول، طلع الزوج كويس خلاص نروح نشوف الزوجه اخبارها ايه، انما غير كده لا، لازم الزوج يعمل تحليل بتاع السائل المنوي بتاعه الاول. يعني حضرتك بتقولي ان احنا رقم واحد لازم الزوج هو رقم واحد الزوج، وظلم ظلم جدا للست ان هي تقعد تطمن على نفسها وتعمل تحاليل وتشوف ايه اسباب تاخر الحمل من غير ما يكون الزوج عمل تحليل. في حالات يا دكتور حضرتك ان الزوج جه
وعمل تحليل مثلا طلع عنده مشكله احنا خلاص حددناها مثلا يكون نسبه صديد او حاجه في السائل المنوي، تمام، واتحلت وما دخلناش في على طول الست تحمل على طول ويحصل من غير حاجه. طبعا انا بقول لك التشخيص بتاع الزوج سهل، الزوجه لا، الموضوع بتاع جديد، فالمفروض ابدا الزوج. بالتشخيص بتاع الزوج، اطمنت على الزوج ان هو كويس، الدنيا كلها تمام عنده، خلاص اشوف الزوج اخبارها ايه. طبعا احنا بنعمل حاجات في الاول للزوجه كده كده كروتين سامبل زي المخزون زي السونار زي الكلام ده، انما في حاجات تانية ادفانسد شويه ما اعملهاش غير لما المشكله عندي. بقى لا، واحده متجوزه بقى لها سنتين جوزها ما حللش، عامله كل الحاجات الادفانسد دي، واخده كميه تنشيط رهيبه، وفي الاخر المشكله عند مين؟ عند الزوج، وبرضه رافضه ان هي تعمل. هو بيقول لك ان انا كويس، فبيقول لك ان انا كويس دي بعد عني. طبعا ما فيش حاجه اسمها كده. اول حاجه رقم واحد في تاخر الحمل عايز اطمن، اعمل تحليل الزوج، وطبعا التحليل بيكون في المراكز بتاعت الحمل المجهري بيكون دقيق جدا جدا عن الايه المعامل اللي هي العاديه، لو اقل حاجه بتبان، لان بيجي لك حالات كتير عامله تحاليل في المعامل العاديه تحليل كويس والاثنين كويسين وما فيش حمل، طيب اعملي هنا تلاقي التحليل فيه مشكله، تتعالج تحمل ويحصل حمل على طول. فالتحليل في المعامل اللي هي متطوره، معامل حقن مجهري متخصصه في الذكوره، بيختلف تماما عن المعامل العاديه، وده بشهاده المعامل العاديه نفسه. لما بيجي حد منهم يقول لك لا احنا العدالة ده ما اسموش تحليل، بيقول لي كده، بيقول اللي احنا بنعمله عندنا ده ما اسموش تحليل خالص، احنا عندنا لا، التحليل فعلا بيبقى انفانسك جدا، ولو في اقل حاجه عند الزوج بتظهر. دكتور بيقال ان البعض او في كمان بعض دكاتره بيوصفوا ده، وحضرتك صحح لي يعني اذا كان ده صح او غلط، ان ممكن اوضاع العلاقه نفسها بتفرق في حدوث الحمله او لا. هو ظن ان الناس ان في وضع معين ان الزوجه تكون نايمه على ظهرها او تكون في رفع للرجل شويه او رفع ظهرها شويه، انما علميا ما فيش اي علاقه للاوضاع بحدوث الحمل، والحمل بيحصل في اي وضع. هو اساسا بيحصل قصف للسائل المنوي داخل المهبل، بيحصل تكثف للسائل المنوي نفسه في نقطه معينه، وتقريبا فوق 90% من السائل المنوي بينزل بيخرج بره. حتى دي شكوى بشوفها من ستات كتير بتبقى فاكره انا السائل كله بينزل، فكده مفيش اي حاجه، فمفيش حمل. لا حضرتك، هو اسالي اي حد كله هيقول لك السائل بينزل. النقطه بتاعت عنق الرحم اللي موجوده دي ما تستحملش الكميه دي كلها تدخل في الرحم، انت تتعبي، فهو بيحصل تكثف للسائل المنوي عند نقطه معينه بيخش فيها الحياه المنويه، وجزء كبير من السائل المنوي بيخرج في اي وضع، فمفيش وضع معين بننصح بيه عشان يزود فرص الحمل. طيب وهل لو السيده عامله حقن مجهري، هل هنا بقى بتحتاج نوع من انواع الراحه او وضع معين مثلا للراحه، وليكن تنام على ظهرها زي ما بنقول؟ بص، هو علميا الراحه ملهاش اي دور في زياده فرص الحمل، ده يعني مشهور اكتر ان هو ارتاح بعد الحمل. لا ده 9 شهور ما تمشيش من مكانك. بيقول لك كده. احنا طبعا لازم طبعا الست نفسها نفسيا تبقى مستريحه، فهي حتى لو قلت لها اتحركي على طول بعد ما تنهي الاجنه مش هتبقى ده ما ثبتش، ده اكيد وقع، هتبقى خايفه طبعا. خلاص انا وانا بنقل الاجنه جوه، احنا بننقل بالسونار، بندخل الاجنه الاسطره بندخلها جوه الرحم وبنحط الاجنه في مكان معين، وهي بتاخد نفسها الرحم اساسا بيتحرك، فمش حركه هي اللي هتخلي النبيهات تنزل، فالجنين بيمسك في اول 48 ل 72 ساعه. فانا بمسك الموضوع من النص، بقول لها والله اول 3 ايام رايحه على قد ما تقدري، بعد كده تقدري تحركي حركات خفيفه. بس علميا انا معايا اللي سافرت بعد ساعتين من النقل كاليفورنيا 16 ساعه طيران، وكان في ترانزيت في فرانكفورت وحامل. زي ممكن يكون قدرتك يعني، في ناس تقول ايه يروح حملهم صعب، في هل فعلا في كده؟ بس برضو لا، الحركه نفسها فعلا علميا ما لهاش علاقه بالقصة دي خالص، لان بقول لك في حالات، لا في حالات بتنزل بنشوفها بقى في تاني محاولة. بنشوفها فين بقى؟ واحدة شغالة عملت حقن مجهري قبل كده وجالها بيبي. تاني محاولة تيجي تقول لها ريحي وتقول لك انا هشتغل وخلاص، انا معايا الولد الاولاني يتحرك ويحصل علاقة زوجية وعايش حياته طبيعية والحمل كان كويس. فمعظم الحالات اللي بتواجه معاهم مشاكل اللي هم أول مرة بيبقوا خايفين بزيادة. فأنا نفسيا بقول لها خلاص، هو بيمسك في أول 3 أيام ريحي، عايزة تريح لحد يوم الاختبار زي ما هي عايزة، اللي يريحها نفسيا ما فيش مشكلة، إنما علميا الموضوع ده فعلا ملوش زيادة فرص الحمل. يمكن برضو من الحاجات الشائعة إن تثبيت الأجنة دي أكتر من طريقة،
وبيبدأ حتى هنا الطب مش عارف برضه حضرتك تصحح لي، هل ده بيكون ليه جانب تجاري من البعض اللي هو هنعمل هنثبت الاجنه مش عارف بلاصق ولا هنثبت الاجنه ما هو بليزر ولا الدكتور ازاي ما استخدمنيش لاصق وبيحط الجنين؟ حاجه طالعه جديد عم تعمل عليها ابحاث وملهاش اي فايده، بس اسمها امبريلو ملهاش اي فايده. استخدام يعني انت لازم لما تعمل حاجه يكون ليها فايده. انا لو استخدمتها على 100 عيان و100 عيان تانيين ما استخدمتهمش الاقي فرص الحمل هنا اعلى. مفيش فرق فرص الحمل حاجه، بس اسمها كده امبريو جلو. فازاي لما الحاله ما تحملش تقولك ازاي ما استخدمنيش ده؟ لا هو علميا هو علميا ملوش اي قيمه. لازم لما تعمل حاجه بالنسبه للحاله بزياده لازم يكون ليها فايده. فطبعا مفيش حاجه معينه تقدر طبعا في ادويه مثبتات بناخدها مع النقل في هو زي شغلكم هنا على فكره. الموضوع بتاع الحاله المجاري ده فعلا هو مشكلته ان هو كذا فاكتور يعني انا دكتور وظيفتي انا بشفط وبنقل، بس في دكاتره معمل، في كواليتي في معمل، المعمل ده بيتعمل عليه اوديتنج وبيتعمل عليه كواليتي كنترول، بطمن اول باول. انت لو درجه الحراره في المعمل اتغيرت الاجنه ببوس، لو المحاليل بتاعتك الكواليتي بتاعتها مش كويسه الاجنه ببوس. طب انا دكتور كويس والمعمل مش كويس اللي هيحصل؟ مفيش حمل. بستخدم انواع قساطر مش كويسه، مفيش حمل. بستخدم السونار الكواليتي بتاعته مش كويسه، نسب الحمل بتقل. فهي حاجه مالتي فاكتوريال، كذا عامل موجودين، لازم ان كلهم يبقوا كويسين طبعا بعد قدره ربنا، طبعا ربنا هو اللي بيرزقنا طبعا، بس بعد توفيق ربنا انك انت واخد بالاسباب كامله، كل المراحل بتاعتك ماشيه كويس عشان في الاخر تلاقي النتيجه كويسه. ان زي ما قلت لك واحده كانت 47 48 سنه حامل في بيبي متجمد من 12 سنه. دلوقتي في واحده تقول لك هو انا مجمده بقالي سنه، هو الاجنه ممكن تاثر؟ في واحده مجمده من 12 سنه. طبعا كل دي عوامل يعني ليها علاقه بفرص النجاح. لو عامل واحد فيهم وقع انت خلاص السلسله اللي انت ماشي فيها وقفت، ما بيحصلش نجاح. لازم تكون عامل تشيك الاول على الادويه اللي تستخدمها، لازم تكون عامل تشيك على الهرمونات. يعني في طرق للتنشيط، تلاقي اماكن تلاقي هي ورقه واحده لكل الحالات من اولها لاخرها، ملوش دعوه. طب الحاله دي مخزونها، الحاله دي محتاجه البروتوكول ده، التنشيط ده هيجيب معاه نتيجه ولا لا؟ هو لا، انت هتاخدي التنشيط والحمد لله على كده. في بعض العيادات بتسيب بتبقى ورقه ثابته اصلا مع ورقه التنشيط لكله. انت بتخش تفوتي تنقلي الحاله تنقل اجن على طول ولا تجمد؟ لا هو بينقل كله. انا عندي نسب المجمد اعلى من النقل الفريش على طول. تجميد نسب الحمل بتاعته اعلى بكتير، نسب الحمل بتاعته واصله معديه 70%، نسبه كويسه. ومش كل الحالات بتمشيها على نفس البروتوكول، مش كل الحالات بتعملها نفس التحاليل، مش كل الحالات بتدخلها في نفس اليوم. كل حاله وليها البروتوكول بتاعها، كل حاله ليها الجرعه بتاعتها، ده اللي بيزود فرص النجاح بالنسبه لي. انما لو ماشي على كل الحالات من اول لاخرها بنفس الطريقه 1 2 3، طبعا نسب النجاح ما ببقاش عارف نسب النجاح بتاعتي، ما ببقاش عارف ان انا ماشي صح ولا غلط. صح. بس دكتور بالنسبه للتجميد بيكون بالنسبه للانسه او السيده التي لا بتتزوج، يعني بيكون تجميد بويضات، السيده المتزوجه بيكون بويضات او اجنه. طب بالنسبه للمتزوجه بالنسبه لها ايه الافضل، يعني تجمد بويضات ولا تجمد اجنه؟ احنا بنلجأ لتجميد البويضات في حاله لو ما فيش حياه منويه، الزوج مش موجود، او واحده لا قدر الله زوجها متوفي، او واحده لسه ما اتجوزتش. انما لو في حياه منويه عند الزوج طبعا السرفايفر ريت بتاع الجنين لما بكون مجمد جنين وفك التجميد الحيويه بتاعته تبقى افضل من فك تجميد البويضات. فبلجا بس لتجميد البويضات في حاله لو مفيش زوج، مطلقه او لسه بنت ما اتجوزتش او كده. طبعا افضل طبعا تجميد الجنين. بالنسبه لتجميد الجنين، ليه تجميد الجنين بيبقى نسبته اعلى في الحمل؟ هو الجنين بيتحمل التجميد اكتر من البويضات. لا انا قصدي يعني ليه نسبته اعلى عشان هو مجمد، يعني الجنين المجمد. انت قصدك ليه المجمد عن النائل على طول؟ لا انت لما بتكون مدي يعني تنشيط تبويض، تنشيط التبويض احنا مبدئيا بره في اوروبا والدول المتقدمه بطلوا ينقلوا الفريش، اللي هو نفس لغوه خلاص لازم الحاله تجمد تاني في دوره تانيه. لما بتدي تنشيط تبويض الرحم بيكون مستثار بسبب الهرمونات، بيكون مستثار بسبب الهرمونات، فطبعا فرص الحمل بتكون قليله. انما في المجمد لما بيكون مجمد انت زيه زي الحمل الطبيعي بالظبط، ولا في تنشيط ولا في اي حاجه. طبعا برضو هنرجع لمشكله تانيه، انت عشان تقدر تقول الكلام ده بقلب جامد لازم أن تكون في مكان عنده نسبه التجميد ونسبه الحمل عن طريق المجمد ايه؟ حلوه. صح.
يعني انت في اماكن ما عندهمش نسب نجاح مجمد ونعرفك يعني في اماكن نسب نجاح المجمد عندهم لما بيحصل عندهم حاله مجمد بتحمل بيفرحوا قوي خلاص. فانت طبعا الحاله هناك عندهم ما تقدرش تلجأ للمجمد غير ايه بالعافيه. انما في عموما لو انت عندك معمل كويس نسب نجاح الاجنه المجمده عندك عاليه طبعا قولا واحدا تنقل المجمد ما تنقلش فريش، لان فرص الحمل وانا اهم حاجه عندي فرص الحمل ان انهي المجمد عن الفريش. ولكن الفريش دي غلط، كلمه فريش دي اللي حلوه ما هنقل فريش من غير مجمد، بس هي لا هو النقل في اليوم الخامس بعد شفط البويضات افضل ولا انقل في دوره اخرى؟ طبعا من دوره في دوره ثانيه. دكتور ايه عوامل نجاح الحقن المجاري؟ نجاح الحقن المجاري بيبتدي من اول دخول الحاله المركز. انت بتبدا الاول انك انت مشخص الحاله صح، يعني جروب هرمونات للزوجه، نطمن على مخزون، نطمن على هرمونات غده درقيه، نطمن على هرمونات الجسم بصوره عامه، في هرمونات ليها علاقه بجوده البويضات. ببقى عارف من الاول ان انا لو بدات مع الحاله دي تنشيط بويضات تبقى هتبقى مش كويسه، فلازم انا احسنها الاول. تحليل للزوج الدقيق اللي اتكلمنا عليه من شويه. في اجهزه سونار بتبقى عاديه، لا في سونار تاني هاي كواليتي ثلاثي الابعاد كاني جوه الرحم شايف التجويف بتاع الرحم اخباره ايه، بنقدر نشخص بيه حاجات جديده كتير. ده الجزء بقى ايه اللي هو الكشف اول يوم. عندك كفايه الادويه، عندك انت بتتابع بهرمونات، بتطمن الحاله بتستجيب للتنشيط ولا لا، بتدي بروتوكول واحد لكل الحالات ولا كل حاله بتعاملها غير الثانيه. حاله اول مره تعمل حقن مجهري، اول مره في حياتها بتعاملها زي حاله جايه لك عامله محاوله واثنين وثلاثه وما نجحتش، طب ليه ما نجحتش؟ كله بتاع ربنا، بس انا احاول ان انا العلم اللي عندي استغله ان انا اشوف السبب. ممكن يكون عندها حاجات بتضرب الاجنه بره الرحم، ممكن عندها مشكله في الانابيب، الزوج عنده مشكله اخصاب مش كويسه. عشان كده طول ما انت بتراجع الحالات كل حاله غير التانية، عايز اعرف نسبه الاخصاب في الحاله دي، عايز اعرف الاجنه دي وصلت لاجنه درجه اولى ولا لا، الاجنه دي انا حللتها. في ناس بتنقل الاجنه من غير تحليل، انا لا عايز اطمن على الماده الوراثيه بتاعت الاجنه، انا ناقل اجنه سليمه في معايات كويس، المعمل بتاعك الكواليتي بتاعته عامله ايه، المعمل ده بتراجع عليه باستمرار. معمل مهم جدا جدا جدا، تقريبا 50% من المعادله بتاعتنا، مع انه ما بيظهرش في الصوره. الدكتور بتاع المعمل ملوش علاقه بالحاله، اللي بيظهر كلينيشن اللي هو انا اللي بتعامل مع الحاله، اللي ظاهر في الصوره مين؟ انا. انما المعمل ليه نفس الدور بتاعي بالظبط، هو الاجنه، متابعه الاجنه عن طريقه، ان انا بختار اعلى جوده اجنه موجوده، ناقل في معاد كويس. العوامل دي كلها لو في اي عامل فيهم مش مظبوط العمليه ما تنجحش. عشان كده بقول لك الموضوع كله مرتبط بانك انت بتراجع كويس، انك انت مركز في كل خطوه كويس، وبتعامل كل حاله غير التانية. في حاله تنقل الجنين، في حاله تنقل الاثنين، في حاله محتاجه متابعه ادق، في حاله محتاجه تعمل تحاليل عدم نجاح الحاله المجاري، دي حاله عندها مشكله في المخزون بتاع المبيض، دي ليها بروتوكول مختلف خالص عن اللي مخزونها كويس. ايه اكتر حاله اثرت في حضرتك وحسيت فيها بالنجاح بجد؟ طبعا اكيد كل حاله كانت عندها مشكله والحمد لله تم الحمل، فطبعا بتبقى قصه نجاح، بس اكتر حاله. ايوه هم كذا حاله، في حاله من يعني غير ذكر اسماء، هي حبيبتي طبعا، هي حاله عملت كذا محاوله، عدد كبير من المحاولات خلاص في امريكا وفي بلدها، انا قلت بلدها طبعا هي تعرف يمين، عملت بلدها كذا محاوله وفي امريكا. فهي كانت جايه لك دكتوره، هي عارفه تفاصيل كتيره. تفاصيل ايه؟ لا ده هي عامله دكتوراه في الموضوع، يعني عارفه كل حاجه، ولما تلاقي في فرق في اي سيرفيس متقدم لها كانت ايه يقول لك لا دي ما اتعملتش معايا قبل كده، لا دي ما، حتى هي في اخر مره لما وصلنا النقل جت دخلت لي قالت لي انا لو ما حملتش مش هزعل. قلت لها ليه؟ قالت لي انا اللي اتعمل معايا ما اتعملش في اي مكان تاني، انتوا بتركزوا على ادق التفاصيل. تقول لي انا في امريكا كنت بني للاجنه كان التكييف درجه الحراره متلج. اقول لهم طب وطوطوا التكييف شويه، يقول لك لا عادي ما فيش مشكله، واحنا عندنا طبعا ممنوع تشغل التكييف في الاوضه بتاعه العمليات وقت النقل، الجنين بيتاثر بدرجه الحراره القليله. فهي كانت مركزه في ادق التفاصيل، الحمد لله ربنا رزقها البنوته ما شاء الله وبتعمل تاني. بس طبعا يعني هي دي اللي انا اتاثرت بيها ليه، اللي بقول لك هي كانت معايا خطوه بخطوه، وجت قعدت تقول لي على حاجات انا عارف ان احنا بنعملها بس ما حدش بيلاحظها. هي لا كانت مذاكره، عامله خمس محاولات وفي اماكن كبيره، الفروق حاسه بيها. كل خطوه تقول لي انتوا عملتوا كذا، ده ما حصلش معايا، انتوا عملتوا لي التحليل الفلاني، انا اول مره حد يكلمني في الموضوع ده، وسبحان الله ربنا رزقها من اول محاوله. وطبعا يعني كانت بتدعي لنا كلنا وبتدعي للمركز وجايه تاني بتحاول تاني. دكتور ربنا يجعل دايما سبب كده في فرحه الناس واحساسهم
بالوصول للطفل اللي هم بيحلم بيه. الحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا بشكرك جدا على استضافتك ليا. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، استمتعنا بالحرمه حضرتك واستفدنا، ونتمنى ان كل اللي يسمعونا ويشوفونا يستفيدوا ان شاء الله. شكرا شكرا اشكركم، شكرا جزيلا، واستنونا في حلقه جديده من ميديكازون بودكاست.